يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أعظمها من قربة وسنة عظيمة سنت لكم يا هذه الأمة المرحومة بمن أرسل إليهم بفضل من الله ورحمته، سنة عظيمة بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وكم قلنا ذلك كثير إكرارا كثيرا، وكم بينا وكم أوضحنا هذه السنة العظيمة التي سنت لكم ليلة الجمعة ويوم الجمعة بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبالإكثار من الصلاة عليه نكفى الهموم وتكفر الذنوب، بل صلاة واحدة تصلي بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي عليك الله بها عشر صلوات، ويرفعك بها عشر درجات، وتمحى عنك عشر سيئات، وتكتب لك عشر حسنات. ما أعظمها من قربة، وما أكثر تخليطنا والله ثم والله وننبه إلى ذلك. لو كان فرضا علينا وليس سنة أن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم آلاف المرات حتى يصلي علينا الله بما صلى.